بونجور، أنا اسمي زياد ريشا، أنا ابن أحد ضحايا مرفق انفجار مرفق بيروت. فقدت الوالدة من 5 أشهر، وجيت بعد 5 أشهر أقدم شكوى مباشرة على أشخاص، ادعيت على أشخاص 22 شخص، لأنه بالنسبة لي التحقيق بعد 5 أشهر بين إنه ما وصل النتيجة أو حتى ما أعطانا أجوبة لأبسط أسئلة يلي كل الناس بيتساءلوا عنها. والأسئلة هي مين صاحب هالضاعة اللي فاتت على الكور؟ مين أخذ قرار وليش أخذ قرار ينزلها على الكور إذا كانت ضاعة خطرة؟ ثانياً ليش بقيت كل هالفترة على الكور وليش القضاء أخذ قرار يضلوا حافظها طالما هي خطرة؟ وقت الجيش عرف إنه هيدي مواد خطرة ومتفجرة، ليش ما عالج الموضوع؟ وآخر شيء وقت أمن الدولة قدم تقرير تبين إنه مظبوط هو اللي عم ينسرق منهم، أخذ قرار مدعي عام تمييز إنه يسكر الفجوة ويسكر الملف ويختم التحقيق. وأنا ولا أبسط الأمور، أنا عم بسألهم كمواطن وكابن ضحية، وأكيد كلنا عم نتساءل ليش بعد ما عنا أجوبة على هالأسئلة البسيطة. هون أنا بدي أسأل سؤال كمان، القضاء العسكري ليش ما قبل مراسلات إدارة الجمارك لحتى تتدخل وتاخذ قرار تشيل هالبضاعة على البورت؟ والأكثر من هيك إنه قضاء العجلة يلي هو أخذ قرار ينزل هالبضاعة على البور، ليش ما هو تعاون مع الإدارة تبع الجمارك أو إدارة المرفأ لحتى يشيلوا هالبضاعة من البور؟ والأكثر من هيك، هيئة الجيش السابقة والحالية طالما عرفت إنه هيدي البضاعة هي متفجرات، ليه ما أخذوا شيلوها وعالجوها مثل ما بيعالجوا كونتينر فرقيع عادي؟ هل هالأسئلة أنا بسألهم وأكيد كل العالم عم تسأل عنهم. بالإضافة لهالشي أنا بسأل بس هالقضاة يلي هن عم يتعاطوا بهالموضوع مباشرة من أول يوم لآخر يوم، هن مرتاحين ضميرياً إنه أخذوا قرارات فعلاً تخدم بتدافع عن حقوق المواطنين بلبنان؟ هل نحن كمواطنين عنا ثقة بهيك قضاة تنواجه كل شيء عادي بحياتنا؟ أنا برأيي لحديد اليوم بيّنوا إنه هن مش عقد الحملة، لأنه هن عندهم قصروا بواجباتهم، والسبب إنه صار في انفجار، هن مشاركين بقراراتهم، هن مشاركين بالجريمة. وأنا بآخر حديثي، أنا جيت ضم هالدعوة مع متحدون وبطلب من أهالي الضحايا يلي أنا ما بقول إنه أنا بمثلهم، بس بتمنى إنه يجوا ينضموا لإلي، لأنه أنا لا بدي زور مسؤولين، لا بدي زور وزراء ولا رؤساء، طالب بحقوق أهلي. القضاء هو بيجيب لي حقي وحق أمي. فأنا بتمنى من أهالي الضحايا يلي توفوا أهلهم أو حدا من عيلهم، يلي انجرحوا بعضهم لليوم مجروحين، وكمان يلي الناس اللي تدمرت أرزاقهم وأشغالهم، بتمنى أنهم تنضموا لنا، على القليل يكون في مضمون بالدعوة تبعنا، مش نكون عم نتشكى على مجهول، لأنه الشكوى على مجهول ما بتوصل لمطرح بهذا البلد. وأنا بتشكر الأستاذ رامي علاق يلي هو محامي متحدون يلي بمثلوني بهالدعوة، وأنا سوري بعتذر بس إنه جينا تنسجلها للشكوى ما قدرنا اليوم لأنه ما في حدا بالألم. فأنا رح أترك الكلمة للأستاذ رامي. شكراً. بشكر زياد على ثقته فينا، وما في شيء كثير ضيفه، يعني هو أم الصبي، ما في أصعب من حدا يفقد قريب له وخاصة والدته. وبقول إنه زياد من الناس اللي بلشنا معهم من فترة، وبعد 5 أشهر اقتنع بالخطوة اللي عملناها ب 11 آب 2020 وقت قدمنا الشكوى رقم 1 على 28 شخص بالاسم. بعد 5 أشهر من تضييع التحقيق، في يقول بالغالب رجعوا لنفس النقطة اللي بلشنا منها، وهذا الحمد لله بيعطينا مصداقية كوننا فريق مستقل تماما، لا عنده لا أجندة لا فئوية لا سياسية ولا شخصية. بدي اجي بس باختصار كمان على المذكرة اللي تقدمنا فيها امبارح بصفتنا مدعي في الدعوة، بعد ما كانت نقابة المحامين والمحقق العدلي القاضي فادي صوان تقدموا بلائحة الجوابية من قبلهم. نحن بهالمذكرة
ردينا طلب المدعى عليهما الوزير علي حسن خليل والوزير غازي زعيتر لجهة اختصاص أو صلاحية المجلس العدلي، طلبنا رد طلباتهم لجهة الحصانات ولجهة الأذونات المسبقة للملاحقة، لأنه نحن نعتبر المحقق العدلي عنده كل الصلاحية ما يمر بأي جهة لأخذ أذونات أو الوقوف عند أي حصانات ويمشي بالتحقيق. ولكن نحن ولو اختلفت الدوافع والأسباب أيدنا طرح الارتياب المشروع، لأنه في جزء من الوقائع اللي مرينا فيها للأسف، وعم بحكي هون بعتب كبير على قاضي ما من كنا له إلا كل الاحترام، المحقق العدلي القاضي صوان ابن المؤسسة العسكرية، يعني القاضي العسكري اللي بيعرف تماما حساسية هيدي المواد ولازم التعامل معها كمواد شديدة الحساسية والانفجار ومش كمواد عادية. وبنقول نحن يعني للأسف كمان التقينا مع طروحات طالبي نقل الدعوة الوزيرين اللي حكينا عنهم، من ناحية نحن أول مرة تبلغنا قرار رد الدعوة جزئياً عنا بواسطة الإعلام من قبل القاضي صوان مع موجب التحفظ اللي بيمنع القاضي يبلغك عبر الإعلام. رجعنا بعدين مع كل اللي عملناه من استئناف وتمييز وطلبات رد لمدة عام التمييز اللي هو بعدين وصل للي نحن طلبنا فيه وتنحى، واللي نحن منقول ما في شيء شخصي ابدا بتاتا او سياسي لا تجاهه ولا تجاه القاضي صوان ولا اي حدا من القضاة، وصل للمطرح اللي نحن طلبنا فيه. لشو ضياع هالوقت ولشو نحن ما كنا من قبل القاضي صوان مسهلت لنا الطريق كفريق مدعي، قال له نحن من دون اي اعتبارات عم ندعم التحقيق حتى النهايه، وحطينا دمنا على كفنا وادعينا الوحيدين، استرجينا ادعينا بالاسماء بعد لاحظ التسلسل القانوني للمسؤولية الهرمية كلياتها. وتسألنا أكثر ليه نحن ما نسمح لنا الاطلاع على الملف كمدعي، القانون بوضوح بيعطينا هيدا الحق، ليه نحن رفضت مذكرتنا الاستماع إلى المدعى عليهم بحضورنا، لسيما الرائد النداف اللي لحد هلأ بنعتبر لأنه ما عندنا معطيات غير هيك أنه قام بواجباته بدل ما يتكافأ بيروح بينحبس، واللي أعلى منه أعطاه أوامر وكان عم بيعمله تقارير بضل طليق ولا يدعى عليه. ليه نحن نرفض الاستماع للمدعى عليهم الوزيرين ورئيس الحكومة بحضورنا مع أنه هيدا حقنا، والقاضي صوان بيتمه بيقول باجتماع أنه نحن لو أنتم ما حضرتوا ما تبلغتوا أصولا طبطل الإجراءات. مين اللي دخل على الخط وشوش علينا عند القاضي صوان اللي نحن لحد هلأ بنحترمه وبنكن له كل تقدير؟ ليه أخذ بهالتشويشات؟ ليه ما انطلق بالملف بإدعاء منطقي موضوعي شفاف بحق كل المتورطين؟ نحن بنعرف انه الرئيس دياب رئيس حكومة اجى لفترة قصيرة وهيدا بخليه يتحمل مسؤولية، بس في رؤساء حكومات مثل الرئيس الحريري وغيره قبل هودي اخذوا ادوار فاعلة واكثر متقدمة بكثير من الرئيس دياب اللي هو قال وكأنه عم بيحاولوا يعملوك بشمحرقة. نحن مع الادعاء على كل متورط ومشتبه به واي حدا له علاقة من قريب او بعيد بجريمة انفجار المرفأ. وأكثر من هيك، ليه يا ريس صوان ما رجعت بلغتنا مواعيد جلسات الاستماع للمدعى عليهم؟ كنت تبلغنا من قبل وكنا نحضر من الساعة 7 للساعة 2 الأساتذة، ليه رجعت خلفت القانون أنت أيضا مع كل ثقتنا فيك ورحت بهيدا الاتجاه؟ هيدي الأمور وأمور غيرها خلتنا قدام فعلا ارتياب مشروع، وعنا مطالبة بنقل الدعوة أساساً كنا عم نعدها قبل ما يتقدم الوزيرين المذكورين بطلبهم لأسباب مختلفة ودوافع مختلفة. نحن عنا شغلة واحدة بكفي اللي قالوا زياد واللي بعبر عن الضحايا، ما تلهوا الضحايا واللي تضرروا بتسويات مادية مساواة شهدائهم بشهداء الجيش إلى آخره، كله منيح ولكن مش هون بيت القصيد. بيت القصيد واحد، منا الحقيقة ومنا العدالة للضحايا ولكل اللبنانية، ورح نسكت ورح نكمل بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلف هذا الأمر لنمشي بهذا الاتجاه ونحقق العدالة ونشوف الحقيقة للبنانية، لأنه ضفر واحد من الضحايا بيسوى كل الأموال اللي عم يعرضوها، كأنه بدون يوصلوا الشعب اللبناني ليكون شعب متسول بامتياز بعد ما وصلوه بالفساد، عم بيوصلوه بهيدي الجريمة اللي هي بتجسد كل الفساد ليصير متسول ويخضع لتسويات مادية بتضيع حقوق الضحايا وبتضيع العدالة، وهيدا مرفوض 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 جداً.
وان شاء الله نتكتل ونصير يد وحده الناس اللي بيفكروا مثل زياد، لانه نحن بالدعوه عنا مضمون وعنا توثيق لكل شيء ادعينا فيه، ولم نتقدم لا باخبارات ولا ببيانات اعلاميه ليست مبنيه الا على ليست مبنيه على وثائق ثابته. وشكرا.